السلام عليكم، اسمي داني عقيل، أنا سائقة تراليات سعودية من جدة، وبدأت في مجال هذه الرياضة في 2021 من عمر صغير جدا. بدأت أركب بسكليت، دراجة هوائية، اكتشفت إنه حقيقة عندي إحساس جميل جدا مع الآلات، المحركات، مع السواقة. دخلت عالم السباقات في عام 2019، كنت ساكنة في دبي وقتها في الإمارات، وكنت أحب أروح على الحلبة. كان عندي دباب، دراجة نارية سريعة، وكان عندهم هناك الكأس المحلي الوطني. كان عندي رغبة إني أشارك في الموسم، وبدأت أروح للحلبة كل أسبوع، وتحسنت وتطورت ولقيتها يعني متعة كبيرة جدا. وبعد 6 شهور بدأت أسابق. السعودية تستضيف راليات عالمية، منها كأس العالم للباها، عندهم جولة في السعودية كل سنة، وعندهم رالي داكار المشهور اللي هو جزء من الـ World Championship للكروس كونتري. فلقيت إنه يعني مستوى السباقات في السعودية عالي جدا، وبيجوا أبطال من جميع أنحاء العالم إنهم يمارسوا وينافسوا في السعودية. فانجذبت كثير لعالم الراليات، فاتخذت القرار إني أنتقل إلى عالم الراليات. فبداية السباقات كنت ألاحظ إنه أثناء السباق على المسار كانت تجيني أفكار أو آراء عن التضاريس أو عن الجو، لكن مع مرور الزمن أو مرور الخبرة في السباقات تعلمت إني ما أفكر في اللي أنا بشوفه أو بستوعبه. تعلمت إني بس أسوق، أركز فقط على القيادة، أهمية التحكم بالمشاعر، أو إنه إحنا نعرف نهدئ نفسنا لما في تحدي موجود معانا، ولازم نكمل السباق ونستمر في المسار بهدوء وبسلام، وهذا يعني أهم شيء. أول سنة بدأت منافستي في عالم الراليات شاركت في جولة من كأس العالم للباهرة، بسبب إنه هذا تستضيفه السعودية، وكان وقتها الجولة في الشرقية. بعد 5 سباقات، 5 جولات من كأس العالم، الحمد لله قدرت إني أحصل على نقاط كافية إني أفوز كأس العالم بالباها فئة T3 في 2021، وكنت أول مرأة في العالم تحصل على هذا الإنجاز، وهذا كان إنجاز كبير لي. وبعد ذلك قررت إني أشارك في رالي داكار اللي هو أطول رالي في العالم، بنفس التفكير إني أنهي الرالي بأمان وبسلامة وأستمتع بالقيادة. الحمد لله لقيت إنه هذا التفكير أدى إلى للمرة الثانية نتيجة ممتازة، انهيت في العشر الأوائل في المركز الثامن ضمن 48 مشارك. أهدافي الآن في عالم الراليات إني أكمل على النشاط هذا، وإني أحسن نفسي وأطور نفسي، وإن شاء الله أكون من المنافسين الأوائل في الرياضة. ورسالتي للجميع اللي لهم رغبة إنهم يدخلوا في الرياضة أو أي رياضة، لازم يكون عندنا صبر والتزام، ويكون عندنا أهداف واضحة، إن شاء الله نقدر نحقق إنجازات.